أهلا وسهلا بنات، اليوم بدي فرجيكم كيف لعب الفلاكير. يلا نبلش. أنا راح أختار هيدا اللون، راح بلش أعمل هيك. بعدين بخلص كل الإيد. هلا خلصت. بعدين راح اعمل شغلة بسيطة لحتى ينشف، بعدين بحط عليها مناكير شفافة. تصير مثل معمولة بالصالون، فيها لمعة رهيبة عن جد. شفتوا اللمعة بنات؟ في فرق، صار في لمعة كتير حلوة، بصير مميز مثل معمول الصالون. جربوا بنات، اكتبولي بالكومنتات اذا عجبكن، ودعموني باللايك وسبسكرايب. عالسلامة بنات.